موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
كلامك يا رب. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لأنزلنا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. سبحان الله. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يزيدك من علم النافع. على صلاة النبي. على صلاة النبي. سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب.
الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. العزيز الحكيم سبحانه وتعالى
قال لك أمام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله يزيدك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحم عبادك يا رب العالمين. اللهم ارحمك يا شيخ عبد الناصر في الدنيا وفي الاخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. لا إله إلا الله. وصلى الله الله يزيدك من عين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق اللهم احسن ختامك يا رب. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سبع ليال وثمانية أيام.
شيخ عبد الباسط، الله يزيدك من فضله، اللهم استرها معك في الدنيا وفي الاخره، واجعلك من اهل الجنه يا رب العالمين. هل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ الله يزيدك، الله يزيدك يا رب. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. يومئذ تعرضون لا تخفى
يكرمك، الله يزيدك من فضله. إني ظننت أني ملاق حسابيه. وكأسا دهاقا ما يسمعون
الله يزيدك من فضلك، اللهم اكرمك في الدنيا وفي الاخره، اللهم عزك للاسلام وعز الاسلام بك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء
ميتين في القبر. صلى على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أكبر. الله يبارك يا شيخ عبد القاسم، الله يزيدك من فضلك، اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يزيدك يزيدك الله يكرمك. الله يكرمك الله ذي قوة عند
ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم، وعليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رآه وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن هو إلا ذكر للعالمين. الله يفتح عليك يا شيخ، الله يزيدك لمن شاء منكم أن يستقيم. الله يزيد. وما تشاء هو الله. الله يفعل لك يا شيخ عبد الباسط، اللهم اكرمك في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والضحى والليل اذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
صلى على حضرة النبي. يزيدك من فضله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. صدق الله العظيم.